بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في الفيديو الخامس لنا في سي في اس كلامنا عن خاصية الاكسبتابيليتي اللي بدأناه في الفيديو اللي فات. انتهينا في الفيديو اللي فات عن انواع الاكشن بوتنشلز بتاعة القلب, وفي الفيديو اللي قبله كنا قلنا ان عضلة القلب مقسومة لنوعين من الفايبرز, 90% متخصصة في الكونتراكشن و10% متخصصة في التوصيل. وقلنا ان 10% المتخصصين في التوصيل دول منهم 1% عندهم القدرة ان هم يستثيروا عضلة القلب بنفسهم, ودينا امثلة على كده زي طبعا الشهيرة اس اي نود واللي تليها الاي في نود ومناطق اخرى لم نتعرض لذكرها حتى الان. فقلنا طبعا ان اللي هيبدأ الاكشن بوتنشال او اللي هيبدأ يعمل اكشن بوتنشال او اللي هيقدر ان هو يستثير القلب, يعني اللي هيبدأ الموضوع ليه طيب من الاكشن بوتنشال بيعمله غير باقي المسل فايبرز بتاعت عضلة القلب, بما فيهم بقى 9% الباقيين بتوع الكوندكتيف وال90% اللي هم بتوع الكونتراكشن بس. وقلنا ان عندنا الاكشن بوتنشلز بتاعه القلب نوعين, في سلو تايب وفي فاست تايب. عشان ما ننساش قلنا ان السلو تايب دي بتاعه اللي هيبدا الحاجه, دايما اي حد بيجي يخترع اي حاجه بياخد وقت عقبال ما يخترعها وعقبال ما يقعد يجمع افكاره وبتاع مش عارف ايه. بعد كده بعد ما حط الفكره خلاص اي حد عايز يعملها بعده بياخد الفكره ويطبقها على طول. يعني اللي صنع عربيه مثلا قعد مثلا 10 سنين يعمل عربيه, بعد كده ما صنع العربيه بتطلع 100 عربيه في اليوم. فقلنا يبقى الاس اي نود اللي هتطلع الاكشن بوتنشال هي بتاعت السلو تايب, وباقي عضله القلب بتعمل الايه الفاست تايب. خلاص. طيب عندنا بقى عنوان جديد اسمه اكسايتابيلتي تشينجز ديورنج كاردياك اكشن بوتنشال. طبعا العنوان ده احنا فاكرينه من ايام النيرف, من ايام النيرف, وبرده مر علينا في المصل المفروض يعني. فا اكسايتابيلتي تشينجز معناها ايه؟ هو يعني ايه اكسايتابيلتي؟ قلنا اكسايتابيلتي قلنا معناها الاستجابة او التأثر, ان انت تستجيب للمؤثرات الخارجية المحيطة بيك. طيب يعني ايه بقى excitability changes؟ يعني اديك مثال, انت مثلا النهاردة زعقت لك فعيطت, بكرة زعقت لك فولا همك ولا فرق معاك, يبقى انت كده الاكسيتابيليتي بتاعتك حصل لها ايه تشينج, بقت تشينجد. تمام, فهمت مقصودي ايه بالاكسيتابيليتي تشينجز؟ طيب عضلة القلب نفس الوضع, عضلة القلب ممكن تيجي تديها مؤثر تتأثر بيه جدا وتعمل لك اكشن بوتنشال محترم, تيجي بعدين تديها مؤثر ولا تعبره لك, تيجي بعدين تديها مؤثر تقول لك لا انت الاستثارة دي مش عجباني زود الاستثارة شوية. الكلام ده كان حصل في النيرف وحصل في المصل وبيحصل تاني في الكاردياك مصل. طيب ايه بقى لو تفتكروا كده من ايام النيرف ايه انواع الاكسيتابيليتي تشينجز؟ كان في اول حاجة اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. ابسوليوت يعني ايه ابسوليوت؟ نهائي. ريفراكتوري تعنت, بيريود فتره, يبقى دي فتره التعنت اللي بص اللي هو ايه خلاص انا مش هعمل حاجه. طيب اديك مثال من حياتنا الواقعيه العمليه. نفترض مثلا انت ليك اخوك الصغير اللي احنا مبهدلينه معانا ده, وانتوا قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون سوا, فانت قلت له قوم هات لي كوبايه ميه. طبعا انت اخوك الكبير وبتاع والراجل محترم وكل حاجه, وهيقوم يسمع الكلام ويروح يجيب لك كوبايه ميه. طب لو هو في الطريق رايح, هو رايح اهو رايح يجيب كوبايه الميه, قلت له هات لي كوبايه ميه, هيجيب لك كوبايتين وهو جاي ولا هيجيب لك الكوبايه اللي انت طلبتها؟ هيجيب لك كوبايه واحده, صح؟ يبقى هو سمع كلام انهي, انت اديته تو ستيمولس, اديته واحده وهو قاعد جنبك قلت له هات لي كوبايه ميه, سمع الكلام الراجل وقال لك حاضر يا اخويا وبتاع ومش عارف ايه وكده وقام وبتاع. طب اديته ستيمولس كمان وهو في السكه, جاب لك كوبايه واحده, الكوبايه الواحده دي بتاعت انهي ستيمولس فيهم؟ بتاعت الاستيمولس الاولانيه. هيجي لك تقول له يا ابني انا مش قلت لك هات لي كوبايه ميه؟ يقول لك طب انا كنت بجيب لك, انت عايز ايه تاني؟ مش انت قلت لي هات لي كوبايه ميه في الاول, رحت جبت لك كوبايه ميه وكنت بجيب لك كوبايه ميه, اعمل لك ايه تاني؟ فهو ده نفس الوضع في النيرف ونفس الوضع في السكيلتال ماسل ونفس الوضع في الكاردياك ماسل. لو اديت النيرف او العضله ايا كان نوعها بقى سكيلتال او كارديا ستيمولس وهي بتعمل دي بولاريزيشن, يعني انت اديتها ستيمولس خليتها تعمل تبدا تعمل اكشن بوتنشال وهي لسه في الديبولاريزيشن, لو اديتها ستيمولس تاني بعد الاستيمولس الاولانيه وهي لسه في الديبولاريزيشن ولا هتستجيب لك على الاطلاق, ترد عليك عضله القلب تقول لك طب ما انا بعمل لو انت عايز ايه تاني. ده الكلام اللي هو بالهجايز. لكن لو هنتكلم كلام علمي, هو ايه السبب اللي خلى عضله القلب او النيرف او ايا كان التيشو ما بيستجيبش ودخل في حاله اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود وبقى في حاله التعنت المستميت ده؟ يقول لك هو ايه اللي بيحصل في الديبولاريزيشن؟ انت كده هتقول لي والله يعني في عضله القلب على حسب انت بتتكلم على الفاست تايب او ولا السلو تايب, بس هنتكلم عامه بيدخل ايون ايه موجب سواء كان صوديوم او كالسيوم, صح؟
طيب يبقى انا في الديبولاريزيشن بفتح بوابات الايونات الموجبه، فتحتها كلها فبدات الايونات الموجبه تدخل باقصى طاقه ليه. طب جيت الديستيمولس كمان، المفروض الديستيمولس الثانيه دي تفتح برضو ايونات بوابات ايونات موجبه. طيب ما هو مفيش بقى، ما انت لسه فاتح البوابات والبوابات مفتوحه على اخرها، يبقى الاستيمولس الثانيه مش هتلاقي اصلا بوابات تفتحها، وترد عليك بوابات الصوديوم او البوتاسيوم او الكالسيوم تقول لك كده ما احنا فاتحين اهو، انت عايز ايه تاني؟ سبحان الله نفس رد اخوك عليك. فده اللي بيحصل بالظبط في الابسولوت افكتبل. بس انا بقى عايز افكركم بحاجه في القلب، ما تنسوش ان احنا عندنا نوعين من الاكشن بوتنشال، عندنا نوعين من الاكشن بوتنشال، النوع الاولاني الفاست تايب والنوع الثاني السلو تايب. يبقى الابسولوت ريفراكتوري بيريود المده بتاعتها هتختلف من ده لده، وده اللي انت محتاج توضحه في اجابتك، والسؤال ده مهم وشهير وبيجي كتير جدا. اكسايتابيلتي تشينجز ديورينج كاردياك اكشن بوتنشلز. تقسم كلامك كده، والله لو كان الكلام على الفاست تايب او كان الكلام على السلو تايب، الا لو هو حدد لك في السؤال، يعني لو هو قال لك اكسايتابيلتي تشينجز ديورينج فاست تايب اكشن بوتنشال اوف ذا كاردياك ماسل، خلاص ما انت اتكلم على الفاست بس. طب اتكلم قال لك سابها لك كده مفتوح وحط لك حرف اس اللي في الاخر ده، لا ساعتها هتبدا ان انت تتكلم عن الاثنين وتقسم كلامك كده للاثنين، تتكلم عن ده لوحده وده لوحده بالفترات بتاعته. طيب عايزين بقى نشوف، يبقى قلنا الابسولوت افكت بيريود الاستجابه فيها بتكون ايه؟ زيرو، مش هيستجيب على الاطلاق للاستثاره الثانيه. طيب مهما كانت قوتها، خلي بالك مهما كانت قوتها، يعني ما يفرقش معايا هي ثريشولد ولا سوبر ثريشولد ولا سب ثريشولد، والله ان شاء الله بص لو هديت البيت هو كوبايه الميه اللي انت قلت له يجيبها في الاول هو هي اللي هتيجي. طيب بيقول بقى لو احنا بنتكلم لو الكلام على الفاست ريسبونس، ايه الفاست ريسبونس ده؟ ده اللي كان فيه البلاتو ده بتاع 99% من المسل فايبرز بتوع عضله القلب، تمام. فالكلام هنا الابسولوت ريفراكتور بيريود دي بتمتد من فيز زيرو اللي هو من قبل من اول ما نبدا نعمل دي بولاريزيشن لغايه ميدل اوف فيز 3. هما كان فين فيز 0 وفين فيز 3؟ بص يا فندم ادي فيز 0 اهي دي بولاريزيشن، وادي البارشال ريبولاريزيشن، وادي البلاتو دي 2، ادي فيز 3 اهي نصها هنا. يبقى الابسولوت ريفراكتور بيريود بتاعه الفاست تايب اكشن بوتنشال تمتد من هنا لغايه هنا. يعني معنى ايه بقى؟ معنى كلامي ايه؟ ان لو اديت ستيمولس في اي وقت من الاوقات دي، من في اي لحظه من اللحظات دي لغايه اللحظه دي، خلاص مش هيفرق معايا خالص. طب مدتها قد ايه؟ بص نقدر نقول مثلا 200 مللي سكند، الوقت اهو قدامك اهو 200 مللي سكند، اطلع كده هتلاقي اهو ادي النص بتاع نص فيز 3، وانزل على الوقت هتلاقيها بتستغرق الابسولوت افكت بيريود بتستغرق تقريبا 200 مللي سكند. يبقى ادي كده الابسولوت افكت بيريود. طيب في 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 السلو تايب بقى يقول لك لا، في السلو تايب الوضع مختلف شويه، هو بيمتد لغايه اخر فيز 3 او لغايه يعني قبل 90% او 80% من فيز 3. هي فين فيز 3 دي؟ هو انت يا دكتور قلت لنا في الاستو تايب ان هو في فيزز او متقسم لارقام؟ لا، المقصود بفيز 3 الريبولاريزيشن. يعني خلي بالك لما يقول لك فيز 3 مقصود بها ايه؟ الريبولاريزيشن، لان في السلو تايب مفيش بلاتو، في السلو تايب مفيش ايه؟ مفيش بلاتو. بص كده معايا ادي اهو، ادي الديبولاريزيشن البارشال ديبولاريزيشن، وادي بعد كده الرابيد ديبولاريزيشن، خلي بالك وصلنا، ادي الريبولاريزيشن، هي دي فيز 3 بالنسبه لنا هنا، تمام. فلما اقول لك لغايه اخرها يبقى لغايه هنا تقريبا، لغايه ايه؟ لغايه هنا، لغايه اللحظه دي، واخدين بالكم يا شباب؟ ف او هنا يعني 90% او 80% مش محدده بالظبط، بس هو بيقول لك بيمتد لغايه قرب اخر الريبولاريزيشن بتاعه. طيب خلي بالك بقى معايا، هو ايه اللي استفدناه من البلاتو ده في الفاست؟ طيب قال لك البلاتو ده ليه فايده عظيمه جدا، لولاه كانت الابسولوت ريفراكتور بيريود بدل ما هي هنا كانت هتبقى هنا، بدل ما كانت ما احنا هنشيل بقى البلاتو كله، بدل ما كانت هتستغرق 200 مللي سكند كانت هتستغرق 100 مللي سكند او يمكن اقل، واخد بالك؟ الكيرف كان هينزل كده على طول اصل، وبعدين خلي بالك ده فاست كمان، يعني الريبولايزيشن كان بص هيحصل على طول كده. فبدل ما كان الابسولوت افكت بيريود تستغرق 200 مللي سكند، لا هتستغرق 100 مللي سكند. طب ايه يا دكتور انت استفدت ايه يعني؟ انا يا ابني طولت الابسولوت افكت بيريود، انا خليت عضله القلب ما تستجبش لاي استثاره تجيلها تاني وهي بتعمل استجابه للاستثاره الاولانيه بسهوله، لا انا زودت فتره الابسولوت ريفراكتوري. فلو في نقطه تانيه من غير الاس اي نود اتهبلت وقالت انا بقالي 20 سنه ساكته، انا مش عارفه ايه،
انا لازم اصور، انا لازم اطلع اكشن بوتنشال، انا مش وجه الاكشن بوتنشال بتاعها للقلب وهو في حاله الابسولوت افكت بريد، القلب مش هيستجيب. بلاش دي. الاس اي نود نفسها كانت بتنبض مثلا بمعدل 100 نبضه في الدقيقه او 90 نبضه في الدقيقه. لو اتهبلت الاس اي نود وقالت انا لازم النهارده اللي انا عايز اجدد بقى، انا بقالي 40 50 سنه عند الراجل ده بنبض 100 نبضه في الدقيقه، انا عايز اجدد بقى يعني انا عايز اعمل حاجه جديده، فقالت انا النهارده هطلع 200 ضربه في الدقيقه، فبدل خلي بالك او بخليها 180 ضربه في الدقيقه، هي كانت مثلا بتطلع الاول 90 ضربه في الدقيقه. 90 ضربه في الدقيقه يعني الضربه تقريبا بتاخد 8 من 10 ثانيه او 75 من ملي سكه او 75 من 100 ثانيه. طيب لما تطلع 180 ضربه في الدقيقه، لا ده بقى الثانيه الواحده بيحصل فيها 3 ضربات، الثانيه الواحده بقى بيحصل فيها 3 ضربات. تيجي الضربه الثانيه مثلا، هي ادت الضربه دلوقتي، الضربه دي بدات تعمل ايه، دي بولاريزيشن اهو، جت الثانيه هتاخد وقت قليل بقى يعني انشائها مش هياخد وقت، فتيجي توصل لعضله القلب اللي هتعمل انقباض تلاقي ان الضربه الاولانيه لسه بتعمل ايه، لسه بتعمل دي بولاريزيشن ولسه في البلاتو مثلا او لسه في الفيرست بارت بتاع الريبولاريزيشن، فما تاثرش في عضله القلب وعضله القلب ما تستجيبش ليها. يبقى بنقدر نقول على البلاتو ده ان هو بيحمي عضله القلب من الاكسسيف ستيمولاي، من الاستيمولاي المتكرره اللي ملهاش لازمه، ده لو زادت عن حدها دي حاجه مش طبيعيه انها تحصل، فالطبيعي ان احنا لازم نحمي بقى عضله القلب من الموضوع ده. لكن الطبيعي ان الاستثاره الثانيه بتيجي بعد ما الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن يخلصوا، ده الطبيعي. لو المعدل زاد لا هتبدا تقع، بدل ما كانت الاستيمولاس تقع هنا لا بقت بتقع مثلا هنا، بقت بتقع هنا، ايا كان بقى المكان اللي هتقع فيه في الابسولوت افكت بريد فاحنا مش هنستجيب لها على الاطلاق. مفهومه دي يا شباب؟ ماشي. خلي بالك في ملحوظه صغيره هنا ملهاش اي لازمه بيقول لك عليها، بيقول لك ان الديورنج الابسولوت افكت بريد بتاعه عضله القلب تحديدا، الكلام ده ما كانش موجود في المصل ولا كان موجود في ولما اقول مصل بقصد السكيلتال المصل، فما كانش موجود في المصل ولا في النيرف. يقول لك ان ديورنج الابسولوت افكت بريد السترونج ستيمولاي، السترونج ستيمولاي هتعمل ايه، يعني انت لو اديت حاجه سوبرا ثريشولد او ماكسيمال بقى هتعمل لوكال ريسبونس. يعني ايه لوكال ريسبونس؟ يعني هتغير تغيير محلي في فرق الجهد، لكن مش هيوصل ان هو يعمل اكشن بوتنشال. تاخد بالك من مفهوم معنى كلمه لوكال ريسبونس؟ لوكال ريسبونس تغيير بس بسيط جدا في فرق الجهد في الحته اللي حصل فيها الاستيمولس نفسها، لكن مش هيبقى بروباجيتد، مش هيوصل ان هو يعمل ايه اكشن بوتنشال. سموا الحته دي او سموا الظاهره دي افكتيف ريفراكتوري بيريود، قالوا لا ده احنا بقى مش هنسميها ابسولوت افكت بيريود، احنا هنسمي البيريود دي افكتيف ريفراكتوري بيريود. يعني ايه افكتيف ريفراكتوري بيريود؟ يعني هي ريفراكتوري بيريود وكل حاجه بس ممكن بيحصل فيها بعض الافكت او اللوكال افكت، على العكس النيرف ما كانش بيحصل اي افكت على الاطلاق. ماشي. طيب معانا بقى البريود الثانيه الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، يعني برضو فتره التعنت النسبيه. يعني ايه النسبيه؟ يعني على حسب الاستيمولس، لو انت بتديني استيمولس ثريشولد فانا مش هستجيب، طب لو اديتني سوبرا ثريشولد لا هعمل لك اكشن بوتنشال. نطبق المثال على اخوك الاول. اخوك انت قلت له وهو قاعد جنبك هات لي كوبايه ميه، قلت له بالذوق والادب كده هات لي كوبايه ميه يا فلان، فالراجل قام محترم مشكورا وراح. راح هو ده الديبولاريزيشن، هو رايح ده الديبولاريزيشن، وصل عند الحنفيه او الازازه وجاب لك الميه وجاي ده الريبولاريزيشن، تمام. وهو جاي بقى وهو داخل عليك قلت له عايز كوبايه ميه كمان، هيقول لك ايه؟ هيقول لك هي قصه ما انا لسه جايب. هتروح انت قايل له ايه؟ عايز كوبايه ميه كمان، زعقت له زودت الاستيمولس بتاعتك، هيروح راجع تاني وجايب لك كوبايه ميه وجاي. يبقى الاستيمولس الاولانيه الطريقه اللي انت اتكلمت بيها في الاول ما تنفعش هنا، انت لازم تزود، واخد بالك؟ طيب ده بالنسبه للريليتيف افكت. طب في القلب بقى، القلب خلاص خلص من الابسولوت افكت بيريود، تمام. نفترض الكلام مثلا على الفاست تايب، خلص الابسولوت افكت بيريود هنا، يقول لك اهو في الفتره دي بقى الفتره اللي بعدها على طول هي الريليتيف ريفراكتور بيريود. هنا لو اديت ثريشولد القلب ما يستجيبش، اديت ستيمولس سوبرا ثريشولد القلب يبدا يستجيب عادي، واخد بالك؟ ماشي. طيب نكمل كلامنا. في الفاست تايب بقى، طب هي مكانها فين في الفاست تايب ومكانها فين في السلو تايب؟ قال في الفاست تايب هي بتاخد لغايه اخر فيس 3،
لغاية هنا، لغاية اللحظة دي، تمام. وفيز 4، لا فيز 4 مش تبع فيز 4 دي، كان اللي بيحصل فيها ايه؟ دي اللي كانت فيها بتشتغل الصوديوم بوتاسيوم بامب عشان ترجع الصوديوم تطلعه بره وتدخل البوتاسيوم ايه جوه، واخدين بالكم يا شباب؟ فده دي فترة الريلاتيف افكت بتاعت مين؟ بتاعت الفاست تايب. طيب في السلو تايب قال لك لا، في السلو تايب بتمتد حتى بعد ما الريبولاريزيشن يخلص. ادي الريبولاريزيشن خلص اهو، تقعد شويه كمان. دي الريلاتيف افكت بيريود في مين؟ في السلو تايب اكشن بوتنشال، اللي هو اللي قلنا بيحصل في الاس اي نود والاي في نود، واي نقطه عندها القدره انها تستثير القلب. طيب سموا بقى، خلي بالك برضو هنا في ملاحظه كمان. يبقى انت عندك هنا ملاحظه، يا سلام بقى لو تقولها كده تنبه عليها، يعني وانت بتتكلم في الحته دي تروح كاتب ان بي كده في الورقه وتظللها كده وتوضحها للممتحن او للي بيصحح، وتقول له خلي بالك ان في الابسولوت افكت بيريد لقوا ان الماكسيمال ستيمولاي او السترونج ستيمولاي ممكن تعمل لوكال ريسبونس، وسموا وعشان كده سموا الفيز دي افكتيف ريفراكتوري بيريد، افكتيف ريفراكتوري بيريد. لا المعلومه دي فيها خلاص، انت خدت الفول مارك بتاع السؤال او في الشفوي او ايا كان. هنا برضو في ملحوظه كمان لا تقل اهميه عن اللي فوق، اللي هي بتاعت ان في السلو ريسبونس ان الريلاتيف افكتيف بيريد فيها، المفروض احنا كنا متعودين ان الريلاتيف افكتيف بيريد تنتهي مع انتهاء الريبولاريزيشن، ويمكن قبل انتهاء الريبولاريزيشن كمان عشان في حاجه اسمها افتر بوتنشال، تمام. فده اللي احنا كنا متعودين عليه، لكن انك تلاقي ان الريلاتيف افكتيف بيريد مش بس بتقعد لغايه لما الريبولاريزيشن يخلص، لا ده كمان بتقعد بعده بشويه، لا الموضوع ده غريب، الموضوع ده جديد. فسموا هذا الموضوع بوست ريبولاريزيشن ريفراكتورينس، يعني ايه؟ التعنت اللي بيحصل بعد الريبولاريزيشن دي حاجه مش طبيعيه. هي طبيعيه في القلب طبعا، لكن اقصد حاجه ما كناش متعودين عليها قبل كده، ان خلاص خلصت الاكشن بوتنشال بتاعك اللي بيتكون من ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن بمراحله ولسه عضله القلب مش راضيه تستجيب. لا دي ظاهره تستحق الاهتمام وتستحق الدراسه، فسموها بوست ريبولاريزيشن ايه ريفراكتورينس. مفهومه دي؟ نكمل كلامنا بقى. خلصوا كده التو فيزز اللي ما ينفعش تغلط فيهم وما ينفعش تنسى واحده منهم في الامتحان. في بقى واحده ميهم، يعني في واحده كمان بس دي بقى حاجه ايه عاليه شويه كده ومش اي حد هيقولها، بس المفروض ان انت يعني انت 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 المفروض تستغرب ان الفيزيس هنا اتنين، فانت تبدا تقول لا ده في واحده كمان وهتكتب فيها اي حاجه. هي لا تختلف كثيرا عن اللي كان بيحصل في النيرف. كان في النيرف في فيز اسمها السوبر نورمال فيز اوف اكشن بوتنشال في النيرف، ارجع للنيرف وشوف في الاكسيتابيلتي تشينجز بتاعته. كان ايه اللي بيحصل في السوبر نورمال؟ حتى من اسمها يا اخي سوبر نورمال فيز اوف اكسيتابيلتي، يعني القلب هنا يبقى حساس بزياده. يعني ايه حساس بزياده؟ يعني اقل ستيمولس تاثر فيه. بمعنى ايه اقل ستيمولس تاثر فيه؟ بمعنى ان انت لو اديت ستيمولس صب، خلي بالك بقول صب ثريشولد، هتاثر وهتعمل لك اكشن بوتنشال. دي عكس مين؟ ده عكس الريلاتيف ريفراكتوري. في الريلاتيف ريفراكتوري كان القلب حساس بس مش قوي. يعني ايه حساس بس مش قوي؟ انت تترجم على طول كلامي كده، حساس بس مش قوي يعني يستجيب بس مش لاي ستيمولس، لازم تكون ايه سوبرا ثريشولد مش حتى ثريشولد. طب امال ايه النورمال؟ النورمال ان هو يستجيب للثريشولد. طيب لو قلت لك الحساسيه سوبر نورمال يعني حساس بزياده، يبقى اقل ستيمولس تاثر فيه، انت لسه بس بتبص للقلب تلاقيه عمل لك على طول الاكشن بوتنشال، واخد بالك من دي؟ طيب الفيز دي موجوده فين؟ قال لك لا ده اللي بيتميز بيها الفاست ريسبونس بس. اللي بيحصل فين؟ اللي بيحصل في الكاردياك ماسل الكونتراكتايل و9% الكوندكت. طيب كويس. طب بتوكيوباي ايه بقى؟ بتحتل فين؟ بتقع ايه؟ بتقع فين؟ هي الريلاتيف ريفراكتور بيريود اللي هي الفيز اللي قبلها كانت بتنتهي فين؟ قلنا انها كانت بتنتهي مع انتهاء الريبولاريزيشن، ده في الفاست تايب. طيب يبقى دي بقى مكانها فين؟ اكيد في فيز 4، ما فيش غيرها. يبقى فيز 4 اللي كان بيشتغل فيها الصوديوم بوتاسيوم بام، لقينا ان في الفيز دي لو انا جيت اديت ستيمولس للقلب صاب ثريشولد اللي هي كانت في الطبيعي ما تاثرش، لا دلوقتي ايه هتاثر، فسموا الفيز سوبر نورمال فيز. طيب ايه بقى السبب يا دكتور؟ معلش وضح لي، يعني سيبك بقى من الكلام اللي هنا. السبب، السبب ان خلاص انت في الديبولاريزيشن الصوديوم دخل، في الريبولاريزيشن انت بدات تطلع مين؟ بدات تطلع بوتاسيوم، وخلصت الكلام على كده. بقيت بقى في السوبر نورمال فيز دي او في 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 اللي اسمه ايه فيز 4 اللي في الفاست تايب، بقى عندك الصوديوم جوه والبوتاسيوم بره، وبدات فعلا الصوديوم بوتاسيوم بامب عماله تشتغل وبتحاول ايه ترجع الوضع، يعني بتحاول تدخل البوتاسيوم تاني وتطلع الايه الصوديوم.
فمع مرور الوقت في الفيس دي بيكون في شوية صوديوم طلعوا بره، وبابات الصوديوم بتكون وتعمل لك على طول اكشن بوتنشال. طب قال لك ايه خطوره الفيس دي بقى؟ قال لك في الطبيعي مفيش مشكله، هو ده الطبيعي بتاعنا، والطبيعي بتاعنا ان اصلا الاستيمولس الثانيه ما بتجيش اصلا، اللي هي الاستيمولس الثانيه من الاس انود، ما احنا عارفين الاس انود هي البيس ميكر، فهي دلوقتي بعتت الاستيمولس، الاستيمولس هي عملت ديبولاريزيشن وبعدين بلاتو وبعدين ريبولاريزيشن وبعدين فيز 4 خلصت، وبعدين تيجي بعد فيز 4 اصلا الاستيمولس الثانيه، وهكذا تتكرر يتكرر بقى الوضع. طيب امال ايه المشكله؟ المشكله لو حصل ان الاس اي نود اتهبلت او طلعت اكتوبيك فوكس. يعني ايه اكتوبيك فوكس؟ قلنا اكتوبيك فوكس معناها ان البيس ميكر ما بقاش الاس اي نود ايا كان مكانه، قلنا الكلام ده قبل كده. فطلعت بقى اكتوبيك فوكس، فوكس وهميه، فوكس كاذبه، فوكس مخادعه غير الاس اي نود، ضحكت على القلب وخلت القلب يمشي وراها، وطبعا بتبقى سريعه وممكن تبقى سريعه جدا. فقال لك لو الضربات بتاعتها وقعت في البلاتو او في الابسولوت افكت بريد ولا كانها موجوده ولا هتاثر معانا، والنبض بتاع القلب مش هيتغير، يعني لو كان معدل النبض بتاعها بيقع هنا. طب لو معدل النبض بتاعها بيقع في الريليتيف افكت بريد، لو النبضات اللي بتطلع منها دي قوتها ثريشولد مش هتاثر معانا، ولو قوتها صاب ثريشولد مش هتاثر معانا. طيب لو وقعت هنا بقى، ده لو ثريشولد او صاب ثريشولد هتسرع جدا نبض القلب، هتسرع جدا كهربة القلب، وهتسرع ايه؟ نبض القلب. فالحالة دي نسميها ايه بقى؟ نسميها ventricular fibrillation، الارتعاش البطيني. الارتعاش الايه؟ البطيني، يعني القلب بقى بينبض بسرعة جدا. الطبيعي ان القلب بينبض من معدل مثلا من 60 ل 90، بنقول عليهم متوسط 75، او في ناس بتقول من 60 ل 100 من 60 ل 100 مش مشكلة. طيب امال ايه في ال ventricular fibrillation ده ممكن الموضوع يوصل لايه؟ يوصل انه ينبض 400 نبضة في الدقيقة، 400 نبضه في الدقيقه. واحد يفرح ويقول الله دي حاجه حلوه قوي، ابقى ماشي كده وقلبي عمال ينبض 400 نبضه في الدقيقه، ده انا بقى يعني خلاص بقى، ده انا ما بقاش في حد زيي. لا يا حبيبي خلي بالك، بص معايا كده في الفيديو ده، ده قلبك الطبيعي اهو، شوف بينبض ازاي، شايف اهو بيريلاكس خالص وبعدين يقفل اهو، وبعدين خلي بالك من وضع الصمامات، شوف الصمام اللي هنا قفل والصمام ده فاتح، يبقى في صمامين بيقفلوا وفي صمامين ايه فاتحين. مين اللي فاتح دلوقتي والقلب بينقبض؟ ايه دليل ان هو بينقبض؟ المساحه صغرت اهي. طب بص كبر اهو كده، كبر خلاص، فايه كده هو ريلاكسد، كده هو ريلاكسد، ريلاكسد اهو زي ما انت شايف. بدا يحصل حاجه اسمها فنتريكولار تاكي كاردي. تاكي كاردي يعني ايه؟ تاكي يعني سريع، كاردي يعني قلب، يعني القلب بدا يبقى سريع. ده خلي بالك ده غير الفايبريليشن. تاكي كاردي دي ممكن تحصل وانت بتلعب كوره، تحصل وانت مثلا بتطلع سلم، تحصل وانت وانت خايف، تحصل وانت السمبثيتك عندك شغال، ده طبيعي وكلنا بنتعرض لده. ودي اخرها مثلا النبض يوصل 120 130 100، يعني ما يزيدش عن الحدود دي. بص في الفنتريكولار تاكي كارديا مفيش مشكله برضو، القلب بينقبض ازاي؟ اه مفيش مشكله بس سريع شويه. بص بقى في الفنتريكولار فايبريليشن، بص القلب مش لاحق يعمل انقباض، يعني انت مش لاحق يقفل، فانت الدم مش هيطلع اصلا من القلب، يعني انت قلبك بينبض وهو ما بيطلعش دم، عمال ينقبض بيترعش بالظبط زي اللي بيترعش كده، القلب عمال يترعش اهو. بص بص الصمامات ما بتقفلش، الدم قاعد في القلب رغم ان هو عمال ينقبض اهو. بص انقباضات سريعه جدا 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 جدا، بس ما فيش اي دم بيطلع من القلب خالص، لانه ما بينقبضش انقباض كامل، بيجي ينقبض وعايز لسه يكمل الانقباض بتاعه يلاقي فيه استيمولس ثانيه فيروح للاكسد عشان يعمل استيمولس اللي بعدها وهكذا، ما ينقبضش بالشكل ده. فالفنتريكولار فايبريليشن دي مش حاجه حلوه، يعني الفنتريكولار فايبريليشن حاجه يعني مميته، مميته بالمعنى كلمه مميته، انت كان قلبك وقف رغم ان هو بينبض 400 نبضه في الدقيقه، بس هو واقف بالفعل ما بيطلع، ما معنى كلمه واقف ان هو ما بيطلعش منه دم، فخلاص بقى ان شاء الله يكون بينبض بمعدل 1000. انا اللي يهمني ان الدم يطلع من القلب، ما طلعش من القلب ولا كانه شغال ولا ليه لازمه. القلب اصلا هو بامب، هو مضخه، ما ضخش الدم وهو بيضخ وهو بينبض 1000 نبضه او بيكونتراكت 100 كونتراكشن او بيعمل 1000 اكشن 1000 اكشن بوتنشال، ولا يفرق معايا في اي حاجه ولا ليه لازمه طالما الدم ما بيطلعش منه. عندنا بقى علاقه مهمه بنقول عليها الريليشن بتوين الالكتريكال والميكانيكال ريسبونس. يعني ايه الكتريكال ريسبونس؟ الكتريكال ريسبونس ده اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو الاكشن بوتنشال. طيب عايز اربطه بالميكانيكال ريسبونس، تتوقع بقى انا هعمل الربط ده بين مين ومين؟ ما احنا عندنا تو اكشن بوتنشال،
هعمل الربط ده بين الفاست تايب ولا السلو تايب؟ بصراحة يعني أنا المفروض متوقع منك إنك تقولي بين الفاست تايب والميكانيكال ريسبونس بقى، الميكانيكال ريسبونس اللي هو الكونتراكشن، لأن العضلات بتاعة القلب اللي هم 90% هم دول اللي عندهم، اللي كانوا بيعملوا فاست تايب هم دول اللي عندهم القدرة على الانقباض. بتوع السلو تايب ما عندهمش القدرة على الانقباض أو قدرتهم على الانقباض ضعيفة، فأنا مش هعمل علاقة بين الانقباض بتاعهم والكهرباء اللي فيهم. لا، أنا لو هعمل علاقة بين الانقباض بين الحركة الميكانيكية وبين الكيرف اللي هو الكهربي، لا انا هعمل الكلام ده في الفاست تايب، يعني في العضلات بتاعه القلب اللي بتنقبض نفسها، لان هي دي اللي هتطلع لي الكيرف بتاع الميكانيكال ريسبونس. خلي بالك يعني ايه الكيرف بتاع الميكانيكال ريسبونس؟ ميكانيكال ريسبونس يعني حركه، اللي هو الكونتراكشن اهو وادي الريلاكسيشن، ده الكيرف بتاعه. ده مش كيرف اكشن بوتنشال، ده كيرف ميكانيكال بيتكون من جزئين تقريبا متساويين. بص اهو، كونتراكشن اللي طالع ده كونتراكشن، وده ماكس، ده قمه الكونتراكشن النقطه دي، وهنا اهو ده الريلاكسيشن. طيب مش الكونتراكشن اللي بيحصل ده بيحصل بسبب ان الكهرباء جت للقلب، اللي هو الكيرف ده اللي هو الفاست تايب اهو. ايه دليلك ان هو فاست تايب؟ البلاتو موجود اهو. طيب يبقى الكونتراكشن حصل بناء على ايه؟ بناء ان في اكشن بوتنشال جه. طب لولا الاكشن بوتنشال ما كانش في كونتراكشن. طب عايزين نربط بقى بين الاثنين. بمعنى ايه نربط بين الاثنين؟ انا عايز اعرف امتى عضله القلب بتبدا تعمل كونتراكشن، بعد قد ايه من الوقت اللي عملت فيه دي بولاريزيشن او ريبولاريزيشن او اكشن بوتنشال. بص معايا على الكيرف وانت تشوف، ادي الوقت تحت اهو، ادي صفر، 100 مللي سكند، 200 مللي سكند، 300 مللي سكند. خلي بالك شوف بدايه الدي بولاريزيشن دي فيز ايه؟ في الزيرو اهي، اللي حصل فيها فاست دي بولاريزيشن. عندها كان القلب لسه ريلاكسد ما بيعملش اي حاجه. طيب يقول لك بقى ايه بعد نهايه فيز زيرو في النقطه دي، انزل معايا كده، بعد نهايه فيز زيرو يعني في فيز واحد يبدا القلب ايه؟ يكونتراكت، وتفضل قوه الكونتراكشن تزيد وتزيد 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 وتوصل البيك بتاعتها عن القمه بتاعتها. بص اهو تقريبا عند نهايه فيز 2 اللي هي نهايه الايه؟ نهايه البلاتو. يبقى اهو بيقول لك حتى السيستول، السيستول ده قلنا يعني الكونتراكشن، عكسه الدايستول يعني الريلاكسيشن. ده الكلام ده بس في القلب، يعني ما تجيش على عضله سكيلتال اللي تقول ان الكونتراكشن بتاعها اسمه سيستول، لا الكلام ده في القلب. السيستول بيريتش الماكسيمم ات ذا اند اوف بلاتو، ادي اهو قمه الكونتراكشن وصل عند نهايه الايه؟ البلاتو. طيب الريلاكسيشن بقى يخلص امتى؟ يبدا الريلاكسيشن على طول اهو. طب يخلص امتى الريلاكسيشن؟ ده يفضل مستمر الريلاكسيشن بعد انتهاء حتى الريبولاريزيشن. بص الريبولاريزيشن خلص هنا اهو. طب والكونتراكشن؟ لسه عضله القلب كونتراكتد شويه، يعني لسه ما خلصتش الريلاكسيشن. الريلاكسيشن يخلص فين؟ الريلاكسيشن يخلص يمكن بعد فيز 4، او يخلص بعد انتهاء فيز ايه؟ فيز 4. فعشان كده لو جت استيمولس هنا، المفروض القلب لسه ما خلصش الريلاكسيشن، ومعلومه نعرفها القلب بيتملي، الفنتريكل بيتملي في الدم اثناء الريلاكسيشن، ما بيتمليش اثناء الكونتراكشن، لان بص هو بيعمل كونتراكشن بيكون مقفول، المساحه بتاعت الفنتريكل بتكون ضيقه جدا، ما يقدرش ان هو يستوعب دم، بالاضافه ان الضغط فيه عالي فهو بيطرد منه الدم، فما فيش مجال ان هو يستقبل دم من الاتريوم وهو بيعمل كونتراكشن. امال امتى يبدا يستقبل دم؟ اما يعمل ريلاكسيشن فالاتريو فنتريكولار فالف يفتح والدم ينزل من الاتريوم على فين؟ على الفنتريكل، والفنتريكل ساعتها بيكون ريلاكسد ومساحته كبيره فيقدر يستوعب دم. الكلام ده هناخده في الكاردياك سايكل ان شاء الله. طيب لو جت بقى ستيمولس هنا زي ما احنا قلنا في حاله اكتوبك فوكس، جت فين؟ جت في فيز 4. ادي فيز 4 اهي. لو جت استيمولس هنا، بص فيما يقابلها من التغيرات الميكانيكيه، عضله القلب لسه ما خلصتش الريلاكسيشن بتاعها، فبالتالي عضله القلب ما امتلتش بالدم، فبالتالي تيجي تعمل ايه؟ كونتراكشن جديد. طب وهي لسه اصلا ما خلصتش الاولاني، فبالتالي يبقى الدم يفضل قاعد في القلب والدم ما يخرجش من القلب وما يخرجش دم، وبالتالي ما يروحش دم للتيشوز. وطالما ما راحش دم للتيشوز دي حاله بنسميها تيشو هايبوكسيا او تيشو اسكيميا، يحصل مالتي اورجان فيلير، يعني فشل في معظم اعضاء الجسم، ويحصل تيشو سكيميا وديس على طول على الفور لو الموضوع استمر اكتر من دقائق معدوده. يبقى في الفيرست بيقول هنا السيستول وصل الماكسيمم بتاعه ات ذا اند اوف ذا بلاتو، وايل ذا فيرست هاف اوف ذا دايستول، النص الاولاني من الدايستول بيخلص مع ايه؟ النص الاولاني ادي الدايستول قسمناه لنصين، ادي نص اهو فوق وادي نص تحت، النص الاولاني خلص مع انتهاء الايه؟ الريبولاريزيشن. طب فيز 4، فيز 4 لسه بيحصل فيها مين؟ النص الثاني من الدايستول. يبقى while the first half of the diastole coincide with، يعني coincide with دي يعني يتزامن مع،
يتزامن مع الرابيد فيز اوف ريبولاريزيشن، ادي الرابيد فيز اوف ريبولاريزيشن وادي النص الاولاني بتاع الدايستول، بينما السكند هاف اوف دايستول يتزامن مع فيز 4 اللي هي دي، وادي هنا يخلص مع انتهاء فيز 4 يخلص مين؟ يخلص الدايستول. ده كده الربط بين التغيرات الميكانيكيه والتغيرات الكهربائيه. خلي بالك لو جالك الموضوع ده في الامتحان هترسم الرسمه دي، هترسم الكيرف الكهربي وتربطه بالكيرف الايه الميكانيكي اللي هو بتاع الكونتراكشن والريلاكسيشن. مفهوم كده يا شباب؟ معانا عنوان جديد بقى ان شاء الله، كاركترستكس اند امبورتنس اوف ذا ابسولوت افكت بيريد ان ذا كارديك ماسل. ايه اهميه الابسولوت افكت بيريد في الموجوده في الكاردياك ماسل؟ طيب ما هو السكيلتال ماسل كان فيها ابسولوت افكت بيريد والنيرف كان فيه ابسولوت افكت بيريد، ايه فرق الكاردياك ماسل عن الابسولوت يعني بتاع الابسولوت افكت بيريد بتاعه الكاردياك ماسل عن باقي التيشوز؟ قلنا موضوع لو بنتكلم على الفاست، طيب فموضوع البلاتو هو ده الفارق المهم جدا ان احنا نبقى عارفينه. واتكلمت عن البلاتو وقلت ان وجود البلاتو ده بما انه جزء من الابسولوت افكت بيريد فبيطول وقت الابسولوت افكت بيريد، وبالتالي القلب مش هيستجيب لاي ستيمولس جايه من بره او جايه بمعدل سريع غير لما نتاكد ان القلب عمل كونتراكشن وبدا بالفعل يعمل ريلاكسيشن، بل بالفعل خلص نسبه 80% من الريلاكسيشن بتاعه. بعد كده ممكن يستجيب لستيمولس تانيه لو جت اثناء فيز 4. الكلام ده كان واضح. يبقى اذا الابسولوت افكت بيريد بتاعه القلب كونها انها مدتها طويله كده، وده بيحصل في الفاست ريسبونس عشان البلاتو، خلي بالك السلو ريسبونس ما فيهوش بلاتو اصلا، فده خلى المده بتاعتها ماتش لونجر طويله جدا، وده عشان بريزنس اوف بلاتو فيز في الاكشن بوتنشال، وبالتالي اصبح الابسولوت افكت بيريد تمتد خلال فيز 0 اللي هي الديبولاريزيشن، فيز 1 اللي هي بارشال ريبولاريزيشن، فيز 2 اللي هي البلاتو فيز، والفيرست هاف اوف فيز 3 اللي هي الريبولاريزيشن. وبالفعل ده خلانا واحنا بنتكلم بقى لما ربطنا بين الميكانيكال ريسبونس والالكتريكال ريسبونس، خلى ان الابسولوت افكت بيريود ما تنتهيش قبل ما نتاكد ان الكونتراكشن بالفعل خلص. تخيل لو البلاتو مش موجود كان الابسولوت افكت بيريود اخرها هنا، كان ممكن بقى تخلص وتيجي ستيمولس تانية تعمل ايه؟ تعمل ستيميليشن والقلب لسه بيعمل كونتراكشن، فيبدا يعمل كونتراكشن جديد وهو لسه مخلصش الكونتراكشن الاولاني، وبالتالي يفضل القلب سستيند او يعني كونتراكتد بصفه ايه؟ سستيند او بصفه مستمره، وده اللي بنسميه تيتانس. تيتانس هو السستيند كونتراكشن، كونتراكشن بصفه مستمره. خلاص تخيل كده انت اخوك لو كان سمع كلامك وهو لسه رايح المطبخ او هو عند المطبخ وانت عمال تقول له هات كوبايه ميه، انت بقى ما بتقولش مره، واحنا بنتكلم بقى اكتوبك فوكس عماله كل شويه تقول هات كوبايه ميه هات كوبايه ميه هات كوبايه ميه. تخيل لو اخوك كان بيسمع كلامك، كان طول ما انت بتتكلم هو واقف في المطبخ عمال يملى كوبايات ميه، وما جالكش وما جابلكش كوبايه ميه، وانت هتفضل كده لغايه لما تموت ان شاء الله لان ما جالكش كوبايه ميه واحده تشرب منها. لكن لا، كون ان اخوك ما سمعش كلامك ده انقذك وخلاه يجيب كوبايه الميه ويجي لك. وبالفعل هو نفس الوضع في القلب، لو القلب كان بيسمع كلام الاستيمولاي اللي جاي من الاكتوبيك فوكس او من الاس اي نود اللي اتهبلت، كان فضل ينقبض بصفه مستمره وما عملش ولا ريلاكسيشن، وبالتالي مش هيتملي بالدم اصلا، وبالتالي انقباضه ده ولا ليه صنف اللازمه ليه، والكلام ده وضح قبل كده. طيب الديوريشن بتاعه الابسولوت افكت بيريد تتوقف عن ايه؟ تتوقف على الديوريشن بتاعه البلاتو. يعني اللي يتحكم اكتر حاجه تتحكم في الابسولوت افكت بيريد بتاعه الفاست تايب اكشن بوتنشال بتاع القلب هو البلاتو. لو صغرت مده البلاتو الابسولوت افكت بيريد تقل، لو طولت مده البلاتو، لان طبعا البلاتو جزء يعني مهم جدا وكبير جدا منها وهو ده سبب تطويل وقتها. طيب البلاتو ده ايه بقى اللي يصغر لنا حجمه او سوري يعني ايه اللي يغير لنا في مدته او في طوله؟ اول حاجه قال لك ريجونال فاكتور. يعني ايه ريجونال فاكتور؟ يعني عوامل اقليميه او عوامل محليه، يعني عوامل ليها علاقه بالمكان. يعني ايه ليها علاقه بالمكان؟ يعني هتختلف من اختلاف المكان. هو فين المكان ده؟ لو انت الكلام في الاتريا يختلف عن الكلام في الفنتركل. قال لك ان الابسولوت ريفلكت بيريود بتاعه الفنتركل اطول من الابسولوت افكت بيريود بتاعه الايه؟ الاتريوم. وبالتالي اقول لك معلومه بقى، الاتريوم معرض اكتر لموضوع الفايبريليشن ده لانه الابسولوت افكت بيريود مدتها قصيره. طيب يا دكتور طب هنسيب الاتريوم؟ الاتريوم يا حبيبي يعني انا ممكن استغنى عنه خالص، انا ممكن اوقف الكونتراكشن بتاع الاتريوم خالص ولا يهمني في اي حاجه، لان الدم كده كده هينزل من الاتريوم للفنتركل
بالبريشر جريدينت وبالجرافيتي، واخد بالك؟ فانا قلت لكم المعلومه دي قبل كده، الكونتراكشن بتاع الاتريوم لا يمثل لي سوى قوه دفع ل 25% او 20% من الدم اللي موجود فيه، لكن ال 80% الباقيين بينزلوا بالبريشر جريدينت وبالجرافيتي، قوه الجاذبيه وفرق الضغط بين الاتريوم والفنتريكل. لما الدم يفضل يجي في الاتريوم ويملى الاتريوم ويضغط جامد على الاتريوم فيروح فتح الصمامات ويروح نازل بنفسه بقى، يقول خلاص بقى ما انا مش قصه ومش عارف ايه وبتاع، ويروح نازل على الفنتريك على طول. فالاتريوم مش مهم بالنسبه لي. فعشان كده ربنا خلى الابسولوت فاكتور بيريود فيه قصيره، يعني ما يفرقش. لكن الفنتريكل هو الاهم، هو المهم جدا بالنسبه لنا، فبالتالي ما ينفعش ان هو يحصل فيه موضوع السستيند كونتراكشن ده. الكلام ده لو حصل في الاتريوم ما يفرقش معايا، لكن في الفنتريكل ما ينفعش. طيب يبقى ده الريجنال فاكتور. الاوتونوميك انرفيشن يقول لك السيمباثيتك نيرفس سيستم، السيمباثيتك ستيميليشن بتزود الكوندكتانس للكالسيوم، يعني بتخلي الكالسيوم يدخل ايه كتير وبسرعه اثناء البلاتو. مش احنا عارفين ان فتره البلاتو دي سببها ان الكالسيوم عمال يدخل والبوتاسيوم عمال يطلع، صح؟ فبالتالي الخط ثبت كده، كالسيوم بيدخل وبوتاسيوم بيطلع. فلما ندخل بقى كالسيوم كتير قوي يقول لك ده هيخلي البلاتو يزيد، فتره البلاتو تزيد لانها اصلا معتمده على الكالسيوم. فلما الكالسيوم يدخل كتير جدا جوه الخليه بالتالي البلاتو اللي هو اصلا كان سببه ان الكالسيوم بيدخل جوه الخليه هيزيد، وده بسبب السيمباثيتك، او ده بفعل تاثير مين؟ السيمباثيتك. والعكس يعمله الباراسيمباثيتك، بس معلومه نعرفها، الباراسيمباثيتك المتمثل في الفيجاس نيرف، احنا عارفين الفيجاس نيرف من ايام الاوتونوميك ده كان العصب الباراسيمباثيكي اللي رايح للهارت او رايح للتشيست. الباراسيمباثيتك ملوش تاثير على الفنتريكل، يعني الفيجاس نيرف ملوش برانشات في الفنتريكل، هو تاثيره ينتهي عند الاتريوم والاس نود بس، ما يقدرش ياثر على مين يا شباب؟ ما ياثرش على الفنتريكل، خلوا بالكم من دي. فبالتالي الباراسيمباثيتك ياثر الابسولوت ريفاكتور بيريود في الاتريوم بس اكتر ما هي قصيره، لكن على الفنتريكل لا، اوعى، مش انت بتاثرها، مش انت جاي تاثر ابسولوت ريفاكتور بيريود، مش انت جاي تخلي الاكتوبيك ستيمولايت تشتغل احسن، لا، يبقى انت مش هتدخل في الفنتريكل ومالكش ادنى علاقه بالفنتريكل. طالما انت بتاثر ابسولوت ريفاكتور بيريود انت بتعمل عكس اللي ربنا طلبه او عكس اللي ربنا عمله، ان الابسولوت افكت بيريود دي تبقى طويله، فبالتالي تاثيرك يبقى على الاتريوم اللي هو مش مهم بالنسبه لنا، لكن الفنتريكل ممنوع الاقتراب والتصوير. كيميكال فاكتورز يقول لك الهايبوكالسيميا والاوتولاك وبعض الادويه بتطول الابسولوت افكت بيريود. طب ليه يا دكتور الهايبوكالسيميا تطول الابسولوت افكت بيريود؟ ما هو عبال بقى الهايبوكالسيميا يعني ايه؟ يعني الكالسيوم في الدم قليل، هايبو يعني قليل، كالس يعني كالسيوم، خلي بالك دي غير هايبوكاليميا، كاليميا يعني بوتاسيوم، كالسيميا يعني كالسيوم، يبقى هايبو يعني قليل، كالس يعني كالسيوم، ايميا يعني دم، كلمه ايميا يعني دم. حتى لما اقول لك واحد عنده انيميا، ان يعني اداه نفي، ايميا يعني دم، يعني ما عندوش دم او عنده فقر دم، خلي بالك. فمقطع ايميا ده لما بحطه في اي حاجه تفهم ان هو ايه، احنا بنتكلم على الدم دلوقتي. فهايبوكالسيميا يعني الكالسيوم في الدم قليل، يعني في الاكسترا سيلولار فلويد قليل، الكالسيوم اللي بره الخلايا قليل، هو ده اللي انا فهمته من هايبوكالسيميا. فبالتالي بقى عقبال ما الكالسيوم يقعد يدخل جوه خليه القلب اثناء البلاتو ده هياخد وقت، فبالتالي البلاتو ايه الابسولوت فاكتور بيريود هتطول عشان البلاتو طول، عقبال ما ندخل كم الكالسيوم اللي احنا ايه محتاجينه. طيب ايه بقى السؤال بقى ده؟ السؤال شيت ولازم هيجي لك سؤال فاكتورز ذات افكت كاردك اكسيتابيليتي، او مش شرط كاردك اكسيتابيليتي، يعني اي خاصيه من خصائص القلب لازم هيجي فاكتورز باي صوره من الصور. ده لو حتى لو ما جاتش انت تشمر وتكتبها في الامتحان بالعافيه، اصل انت مش مذاكر غيرها، يعني ما يعني دي حته بتتذاكر كويس قوي وكل الناس بتركز عليها. وعلى فكره هتلاقوا نفس الكلام بتاع الاكسيتابيليتي هو نفس الكلام بتاع الاوتوريسيفيتي هو نفس الكلام بتاع الكوندكتيفيتي نفس الكلام، بس بتزود حاجات بسيطه. فانت بتبقى داخل الامتحان وبتتمنى تقول يا رب يعني ايه يجي كده اي سؤال كده فاكتورز اتفكت اي خاصيه من خصائص القلب، لانه كلام محفوظ وسهل جدا وهنشوف دلوقتي. ف يعني نركز على النقطه دي بقى. نيرفس فاكتورز، اول حاجه النيرفس فاكتور، احنا عندنا معلومه مسبقه من الاوتونوميك ان السيمباثيتك بيزود كل خصائص القلب. هم مين خصائص القلب؟ ما من ضمنهم الاكسيتابيليتي. اذا السيمباثيتك يعمل ايه في الاكسيتابيليتي؟ يزودها. يعني ايه يزود الاكسيتابيليتي؟ خلي بالك ده بعيدا بقى عن موضوع الابسولوت فاكتور بيريود، لما اقول لك السيمباثيتك يزود الاكسيتابيليتي يعني السيمباثيتك يخلي خلايا القلب بتستثار بسهوله، يعني اقل ستيمولس تاثر فيها. ده بعيدا بقى بعيدا عن البلاتو، بعيدا ما تخلطش دي بدي، اكسيتابيليتي حاجه وابسولوت افكت بيريود حاجه. هنتكلم دلوقتي على الاكسيتابيليتي، عضله القلب لما يجي لها سيمباثيتك يعمل فيها ايه؟ لا، يخلي الخلايا تستجيب بسهوله، وبالفعل ده يزود موضوع الاستجابه للاكتوبك فكاي،
لانه يزود اصلا الاستثاره بتاعه الاكتوبك في القاع، وممكن يعمل اكتيفيشن للاكتوبك في القاع، السمباثيتك الاكسسيف سمباثيتك ستيميليشن. طيب الباراسمباثيتك يعمل العكس. طب فيزيكال فاكتور يعني ايه؟ فيزيكال عوامل فيزيائيه زي ايه؟ درجه الحراره. يقول لك درجه الحراره بتزود الاكسيتابيليتي، وانخفاض درجه الحراره بتقلل الاكسيتابيليتي عن طريق شغل في الايونات وشغل في الانزيمات بتاعه عضله القلب وشغل كتير. كيميكال فاكتورز. كيميكال فاكتورز بقى هنا بنتكلم على ايونات، بنقول ان اورجانيك. كلمه ان اورجانيك او اورجانيك، اورجانيك يعني اي ماده فيها سي اتش جروب، فيها كربون وهيدروجين. فلما اقول ان اورجانيك تفهم انت بقى الايونات اللي هو الكالسيوم البوتاسيوم الصوديوم الكلام ده كله. طب الكالسيوم يعمل ايه؟ الكالسيوم يقول لك الهايبر كالسيميا هتقلل الميوكارد اكسيتابيليتي. ليه يا دكتور؟ هايبر كالسيميا، كالسيوم كتير في الاكسترا سيلولار فلويد، الكالسيوم ده شحنته ايه؟ موجبه. ده اذا الكالسيوم ده زود الشحنات الموجبه اللي موجوده بره الخليه، فزود الفرق بين الموجب اللي بره والسالب اللي جوه، فبالتالي خلى الريستنج ميمبرين بوتنشال ايه؟ طويل قوي او يعني عالي، بدل ما كان سالب 90 ممكن يوصل سالب 100، لان جوه سالب وبره انت زودت موجب اكتر، فزودت الفرق، بدل ما كان الفرق سالب 90 لا ده انت خليته سالب 100، ممكن يوصل 100 ومش عارف كام، وهكذا. ده بسبب الهايبر كالسيميا. الهايبوكالسيميا تعمل العكس. طيب البوتاسيوم يقول لك الهايبر كاليميا، الهايبر كاليميا تقلل الميوكارديال اكسيتابيليتي زيها زي مين؟ زي الكالسيوم. طب ليه يا دكتور الهايبر كالسيميا تقلل الميوكارديال اكسيتابيليتي؟ سوري الهايبر كاليميا. هايبر كاليميا تقلل ليه؟ هايبر كاليميا معناها ايه؟ البوتاسيوم في الدم عالي. البوتاسيوم فين؟ في الدم عالي. فاول حاجه البوتاسيوم ده برضو شحنه موجبه، هو الطبيعي ان هو يكون موجود اكتر جوه الخلايا، بس لما اقول هايبر كاليميا لا ده بقى عالي في الدم، برضه شحنات موجبه بتضاف للدم، بتضاف لبره الخلايا اكتر، زي نفس موضوع الكالسيوم. طب ايه تاني؟ مش بس كده، ده اثناء بقى خروج، اثناء فتره الريبولاريزيشن لما البوتاسيوم يجي يخرج ما يعرفش يخرج. ليه؟ لان في منه بره كتير، وهو كان بيخرج بالكونسنتريشن جريدينت، بيخرج من جوه الخليه اثناء الريبولاريزيشن لبره مجرد ما تفتح له البوابات فيندفع، لانه تركيزه جوه الخليه اكتر من تركيزه بره. زي اوضه فيها 100 واحد وبره فاضي، اول ما تفتح الباب هيطلع على طول، لكن لو جوه في الاوضه في 100 واحد وبره في 150 واحد يجوا يطلعوا ما يعرفوش. هو ده اللي بيحصل في الهايبر كاليميا، فبالتالي ما يحصلش ريبولاريزيشن وما يكتملش، او يحصل ببطء شديد جدا ريبولاريزيشن. دي اسباب الهايبر كاليميا. طب الصوديوم يقول لك الصوديوم مش مهم قوي بالنسبه لنا، ما بيأثرش معانا قوي في موضوع المايوكاردياك، المايوكاردال اكسايتابيليتي بتاعه بس ممكن يفرق على فكره في الامبليتيود بتاعه الاكشن بوتنشال. يعني ايه؟ يعني بقول لك هايبرناتريميا، هايبرناتريميا يعني مش مكتوبه هنا، هايبرناتريميا يعني زياده الصوديوم في الدم، الصوديوم في الدم بقى عالي، وهو في الطبيعي ان هو اصلا بره عالي، فالموضوع مش فارق معانا. بس تخيل بقى اول ما يحصل ديبولاريزيشن وتفتح بوابات الصوديوم يبدا الصوديوم يدخل، هيندفع بقوه شديده جدا، لانه كل ما زاد تركيزه بره، وده اللي حصل في الهايبرناتريميا، تركيزه بره زاد جدا، فيبدا يندفع بقوه شديده جدا جوه، فبالتالي الموضوع ما يوقفش عند موجب 30 مثلا زي ما كان بيقف، لا ده ممكن يكمل لغايه موجب 40، لان كم الصوديوم اللي هيدخل عندك ايه؟ زاد جدا، لان تركيزه بره زاد جدا. ده بالنسبه للصوديوم. دي بالنسبه لحته ان هو بيزود الامبليتيود بتاع الاكشن بوتنشال. يعني ايه الامبليتيود؟ يعني الفرق بين الريستنج ميمبرين بوتنشال وبين البيك قمه الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال. كان بيبدا من سالب مثلا 90 لغايه مثلا موجب 30، لا دلوقتي هيبدا من سالب 90 لغايه ممكن يوصل موجب 40، فالفرق ده زاد، الفرق بين الريستنج ميمبرين بوتنشال والبيك بتاع الاكشن بوتنشال زاد اهو. هو ده معنى كلمه امبليتيود ووضحناها قبل كده. هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني نقص الاكسجين، نقص الاكسجين رايح للدم. طبيعي نقص الاكسجين هياثر بالسلب على كل خصائص القلب، يبقى الهايبوكسيا هتديكريز الميوكارديال اكسيتابيليتي. تيجي تقول للخلايا يلا نشتغل، تقول لك هو انا لاقي اكسجين يا اخويا، فما تشتغلش طبعا. الهرمونز، الكاتيكولامينز. الكاتيكولامينز دول اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين، يبقى حتى لو انا ما شغلتش السمباثيتك بس اديت واحد حقنه ادرينالين فكاني شغلت له السمباثيتك، ما هو السمباثيتك لما بيروح عند القلب بيطلع ادرينالين، انت اديت الادرينالين جاهز، يبقى ده هيزود برضه الاكسيتابيليتي. طب السيروكسين، السيروكسين ده هرمون الغده الدرقيه. ده برضه بيزود الاكسيتابيليتي. ازاي يا دكتور؟ عن طريق ان هو بيروح للبيتا ريسبتورز، بيتا 1 ريسبتورز اللي موجوده في القلب اللي هي بتاعه الادرينالين والنور ادرينالين، ويزود هي نفسها استجابتها للادرينالين. يعني بدل ما كانت بتستجيب للادرينالين بمقدار واحد، لا هيخليها تستجيب بمقدار 10، يحسن استجابتها للادرينالين، لانه بيقول ان بنقول ان السيروكسين بيزود استجابه الريسبتورز بتاع الادرينرجيك ريسبتورز للكاتيكولامينز، خلاص كده.
واضحة يا شباب؟ الدراجز، بعض الأدوية، الزنسينز دي اللي موجودة في الشاي والقهوة، السيوفيلين موجود في الشاي والكافيين، الزنسينز هم دول الزنسينز الشاي والقهوة. طيب تتوقع الزنسينز دي بتعمل ايه؟ يقول لك تزود الاكسيتابيلتي، تخلي الماسل فايبرز بتاعت القلب ما بتصدق تلقط ريحة ستيمولس، فتروح عاملة استجابة ليها على طول. ما ده معنى كلمة ان الاكسيتابيلتي تزيد، فبالتالي ده اللي بتعمله برضو مين؟ الزنسينز. وعشان كده احنا عارفين طبعا كلنا ان القهوة خطر على القلب، وان اللي عنده قلب ما ينفعش يشرب قهوة، لان قلبه بيبقى تعبان ما ينفعش الاكسيتابيلتي بتاعته تزيد. طب الكولينرجيك دراجز بقى، ايه الكولينرجيك دراجز دول؟ اللي هم بتوع الاستايل كولين. هو مين الاستايل كولين ده؟ ده الكيميكال ترانسميتر اللي كان بيطلعه الباراسمباثيتك عند القلب. طيب لما ادي واحد حقنه استايل كولين، ده عكس ان ادي حقنه ادرينالين، يبقى كاني شغلت له مين؟ الباراسمبثاوي. والباراسمبثاوي ده بيعمل ايه في خصائص القلب؟ بيوطيها كلها. فبالتالي الكاتيكولامين او سوري الكولينرجيك دراجز تقلل الاكسيتابيلتي. الكينيدين والبروكيناميد دي ادويه اسمها انتي اريزميك، بغض النظر عن يعني ايه انتي اريزميك دلوقتي مش قصتنا، سيبك منهم دلوقتي خالص.